مساء الخير، نحن على المباشر الإخوان أصدقاء المتابعين دائما في البرنامج دردشة مع المرشح، واليوم مع مرشح من وسط المغرب من مراكش من مدينة الإله مدينة الرب أمور ياكوش. اليوم غادي نتحدث باستفاضة عن البرنامج السياسي، غادي نتحدث بالعكس على البرنامج، واحد البرنامج من بين البرامج ديالو اللي هو حماية التراث. إخوان اللي التحقوا بنا، مرحبا بكم من جديد. اليوم معنا المرشح عن الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة مراكش جماعة مراكش السي جنان سعد الله رمضاني، مرحبا. معنا السي جنان محمد، عضو ومرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة مراكش. إذا في انتظار أنكم تلتحقوا بنا جميعا إخوان، أتمنى أنكم تبارتاجيو وتشاركوا معنا، تقاسموا المبادرة هذه، هذا البرنامج هذا ديالنا اللي الهدف دياله أنه نقربوا الناس المصوتين بمرشحهم. واليوم الهدف قد يكون أكبر، اللي هو تعميم واحد برنامج ولا فكرة اللي غادي يمشي بها سي جنان محمد من مدينة مراكش، ولا قضية بحماية آثار المدينة، مدينة العريقة، مدينة المرابطين، ومدينة مدينة الإله، أو مدينة الرب أمور إياكوش أو مدينة الإله. بالمناسبة مدينة الإله هي واحد عنوان ديال واحد الكتاب ديال واحد الأمازيغي، واحد الموري معروف في التراث المسيحي اللي هو أغسطينوس. هو من بين فقهاء المسيحية الكبار التي للآن يعني يعتمدون، وهو أمازيغي بطبيعة الحال. عنده كتاب أمور، كتاب مدينة الإله. والمغرب ديالنا هو مراكش، هو اللي خدا الاسم ديال مراكش كما نعرفه جميعا، اللي هي مدينة الإله كذلك. مرحبا بك سي جنان، معنا المشاهدين راهم ينتظروا البرنامج ديالك، غادي توصفوا لنا كيفاش داير، واش هو برنامج عملي واقعي، واش كانت عندك تصور بعيد المدى باش تنقذ المدينة. حنا كنعرفوا بلا مدينة مراكش ما يخصها التأخير، راها السياحة على أشدها، وبالتالي السياحة الثقافية والسياحة التراثية غادي تكون يعني في الأوج ديالها. بالنسبة للسي جنان كيقولنا كلام آخر. قبل ما ندخلوا في البرنامج ديالك سي جنان محمد، ما كرهناش أنك تعرفنا بك أنت شخصيا، بالحالة المهنية ديالك، بتجربة سياسية وتجربة ثقافية ديالك، والانتماء ديالك للحزب ديالك كيفاش كان، وتدخل مباشرة عند البرنامج حماية التراث المراكشي. تفضل سي جنان، لك المايك. شكرا سيد عبد الله على الاستضافة. أولا تنوجه لك الشكر، وتنوجه الشكر لأكاديمية التراث أنه عطاو الفرصة الشخصية للحزب الاشتراكي الموحد باش يعبر على وجهة النظر ديالو فيما يخص التراث. أول شيء، الاسم ديالي جنان محمد، وكيل لائحة ديال الحزب الاشتراكي الموحد لمقاطعة جليز لجماعة مراكش. المهنة ديالي أنا مقاول، عندي أعمال ديالي خاصة، وبالنسبة للانتماء ديالي للحزب فهو انتماء منذ سنة 2016، أنا مناضل في الحزب الاشتراكي الموحد. المسألة اللي طرقتي لها سي عبد الله، واللي يعني من خلال الدردشة أنا وياك يعني قلتي باش نحصروا النقاش فيما يخص برنامج ديالنا كحزب اشتراكي موحد فيما يخص مسألة التراث، أم يعني نتحدثوا باستفاضة. سي عبد الله تسمعني؟ اي عاود السؤال شويه كان قلت لك يعني واش نتكلموا فقط على الجانب التراثي في البرنامج ديال الحزب الاشتراكي الموحد فيما يخص مدينة مراكش، او نتكلموا على البرنامج ككل؟ لا، بغينا الجانب يعني التراثي، على اعتبار ان حصرنا
وصلنا البرنامج نعم، ككل في الاحزاب اللي بمركان، الكره ديال بالنسبة بركان. فوالا انت تعطينا نموذج باش يحتذى به في المدينه ديالنا، لعل وعسى شي واحد يدير لك كوبي كولي. سمعت السي زنان، ونستافدوا نعم حنا في بركان بالفكره ديالك، تفضل. ولكن في أولا البدايه بالنسبة الانتماء، قلت لي الانتماء ديالك للحزب كان من 2016، والعمل نعم الجمعوي ديالك. العمل الجمعوي ديالي تنحصر يعني في بعض المساهمات مع بعض الجمعيات، ما عنديش يعني الو، نشاط جمعوي. الو تسمعني؟ الو واش تسمعني؟ نعم، تفضل انا تنسمعك. تفضل تفضل. تسمعني يا سي عبد الله؟ كنسمعك بس. اي كنسمعك، تفضل. قلت لك تنشط مع مختلف الجمعيات، ولكن ما تنتمي انا حتى شي جمعيه تقريبا. قلت تنشط مع مختلف الجمعيات، اي بادره فيها الصالح العام تنحاولوا نخرطوا فيها ونحاولوا نشطوا فيها. اي هادشي اللي كاين. سي عبد الله حاجي امازيغ قال لك راك خليت واحد المكون سياسي مهم بمدينه بركان، ما عطيتلوش فرصه. بالمناسبه راه اولا حنايا كنتظروا المبادره من الاحزاب. اتصلنا بمجموعه ديال الاحزاب اللي ما ردوش علينا، وكاين اللي عندهم مشاكل مهم اعتذروا وما نقدروش نديروا كل شيء. ولكن غدا ان شاء الله غادي تكون مناسبه اننا بحال شكل مناظره ولا شكل دردشه عامه ديال كاع الاحزاب اللي بغات تشارك، يمكن لها تشارك عبر الفيديو. غادي نديروا الرابط ويقدروا يعني كل واحد تقريبا 5 دقائق ولا ناقشوا معاه باختصار، يكونوا اغلب المشاركين ديال الجماعه في بركان. سي جمال العثماني تبارك الله عليك، السلام عليكم ورحمه الله. هذا الاستضافه لمدينه مراكش، حتى استطاع على الاقل مقارنه العمل السياسي بين بركان ومراكش، اي العمل السياسي. ولكن كذلك سي جمال، حتى البرنامج ديال التراث، ديال حمايه التراث، راه ماشي غير مجرد فكره ديال جمعيه صغيره، ولكن يقدر يكون برنامج ديال مجلس جماعي ككل، اللي يقدر يحيي به السياحه ويقدر يحيي به شلة حوايج. وسي جنان هو غادي يناقشنا في هذه النقطه هذه. سي جنان لك الكلمه، برنامجك في مجال السياحه، في السياحه الثقافيه والتراثيه، قبل ما تهضرنا على البرنامج، انا قلت كبير لك انا اعتقد حنايا اغلبيه في بركان في المدن البعيده على مراكش، بان مراكش تبارك الله راه تفتخر، راه السياح كيجيو بالالاف وعشرات الالاف، يعني المناطق السياحيه تكون والتراثيه تكون مشاشعه. نعم، صحيح هذا الكلام؟ لا ما سمعتكش، قلت لك احنا ما سمعتكش. كنعتقدوا ان، كتسمعني دابا؟ اي كتسمعني نعم مزيان؟ دابا تنسمعك. قلت لك كنعتقدوا ان بما ان السياحه مراكش يعني شهيره ومعروفه، كنقولوا بان يمكن الى يعني المجلس الجماعي والهيئات المختصه راهم متهلين في السياحه وفي الاماكن التراثيه والعريقه. عندكم القبر ديال يوسف بن تاشافين، الضريح ديالو، عندكم المدينه العتيقه، يعني ما نظنش يعني هذه السياحه نجحت مع اهمال التراث، صحيح ام خطا؟ هو يعني باش نكون معك واضح، انا غادي نجاوبك على السؤال ديالك. اولا مدينه مراكش هي مدينه تجذب السياح عبر العالم، مدينه الاثار، مدينه العراقه، مدينه التاريخ، كل شيء مجتمع في مدينه، الجو ديالها اي شيء. الاشكال اللي كاين هو انها فعلا مدينه تجذب السياح، ولكن هنا ليست هناك عنايه كافيه بالاثار وبمآثر مدينه مراكش. هناك إهمال واضح للعيان لتلك المآثر بما فيها الأسوار، بما فيها أبواب مدينة مراكش، بما فيها قبور الأولياء والصالحين وغيرها من معلمات المآثر من المآثر التي تزخر بها مدينة مراكش، وهي كثيرة. لا يعني نذكر على سبيل المثال السور التاريخي لمدينة مراكش الذي يحيط بالمدينة القديمة. هذا السور على عدة مستويات منه يتعرض إلى إهانة يومية كمرحاض عمومي على الملأ، حيث توجد هناك مناظر مقززة لانعدام النظافة ومرحاض على الهواء الطلق، ويدل على أنه ليست هناك أدنى اهتمام بتلك المآثر وتلك يعني البنيات القديمة التي تزخر بها مدينة الصور مراكش. هذا سي جنان، واش ذاك الصور راه
يعني ترمم، وكاين شوية ديال داروا له عملية لا ترميم. السور ترمم على مراحل، يعني كل مجلس يأتي. يعني المشكلة اللي كاين، مشكل إشكال آخر، هو تداخل اختصاصات وزارة الثقافة مع اختصاصات المجلس المجمعي فيما يخص المآثر والتراث. بالنسبة لبرنامجنا فيما لا قبل يخص ما نهضروا هذه على البرنامج، درنا واحد التشخيص، واحد دياغنوستيك على ديال المعالم والآثار ديال المدينة ديال مراكش، نعم، وكيفاش راها دايرة دابا. نقطة مدينة مراكش تزخر بكثير من الآثار. هناك منارة، المنارة معروفة، هناك حدائق أجدال، هناك قبور السعديين، هناك جامع الكتبية، هناك الحالة ديالها جامع كي مولاي دايرة، اليزيد الحالة في ديالها، الحصبة. هناك الحالة ديالها مقارنة يعني بالسابق، هناك تحسن شيئا ما، ولكن تحسن يعقبه انتكاسة. الإشكال الأكبر بالنسبة للمآثر في مدينة مراكش هو إشكال النظافة، تجد المآثر غير نظيفة. هناك مؤخرا اهتمام من طرف وزارة الثقافة بقصر البديع، وكان هناك ترميم وإضافة كثير من الأمور بالنسبة لقصر البديع، وكذلك قبور السعديين. وكانت هناك شراكة، آخر زيارة كنت زرتها هناك كان هناك شراكة مع منظمة أجنبية للاعتناء بالتراث، وكان هناك ترميم لتلك الآثار، ولكنها لا زالت تحتاج إلى الكثير من العناية وكثير من التعريف. هذا كله يعني غير بدل كافي. يكون غير نظافة تبدل الصورة ديال فاش نعم الناس صور، نعم مثلا ما كيتعرض لذاك الزبالة، ولا ذوك الناس كيقضوا الغرض نعم ديالهم عن الصور. هذا إشكال كبير بالنسبة لي، هذا ما أحس في نفسي أنا بالنسبة كابن لمدينة مراكش، ولكن وأغار على التكوين ديال المعلمة هذا غادي يمكن نعم يحل لنا البرنامج ديالك. يعني نقولوا نعم المعلمة راها مسخرة، راه هكذا، يمكن ندير لها واحد التهيئة ولا تنظيف، بصح التثمين ديالها، بمعنى الناس تولي تعطي لها لا فالور، تولي تعطي لها القيمه ديال معلمه كبيره، وتزورها وتاخذ لك نعم معها صور وتسقي عليها. هنا هذا خصو برنامج متكامل. يمكن دابا غادي نعم تهضر لنا في هذا البرنامج ديالك. نعم أول شيء بالنسبة للبرنامج، الآثار موجودة، التراث اللامادي موجود، إذن ما ينقصه هو الاهتمام وهو إعطاء قيمة لتلك الأشياء، هذا هو المهم. هناك الآن في إطار مراكش حاضرة متجددة، هناك إعادة هيكلات للكثير من أحياء المدينة بطابع تقليدي، وهذا المشروع يعني تأخر وتعطر مرارا وتكرارا، الآن يعني شهد توقفات كثيرة وبعد ذلك ينطلق برنامجنا كالحزب اشتراكي موحد فيما يخص مراكش، أن يكون برنامجا واقعيا قابلا للتطبيق. اللي بالنسبة هو للاهتمام أنا سأسرد لك يعني بعض نقاط هذا البرنامج. بالنسبة للاهتمام بالآثار والاهتمام بالتراث المادي، ولا يحتاج إلى كثير من الميزانيات حتى نتعثر بعدم توفر الميزانيات، بل بالعكس يحتاج إلى ميزانيات قليلة، ولكن اهتمام وشجاعة سياسية من أجل تنفيذ تلك البرامج وتثمين تلك الآثار سيعود بالنفع على المدينة ماديا ومعنويا. مثلا على سبيل المثال، بدل وأنا هنا سأخص بالذكر منطقة أظن أنك تعرفها إن سبق لك أن زرت مدينة مراكش، وهي قريبة من المحطة الطرقية. كنت لا أدري إن كنت سبق أن زرت مدينة لا مراكش أم نريد لا. أن مراكش، بس معليش إن شاء الله نديرها بس. هناك قرب محطة الطرقية ما يسمى بمنطقة باب دكولا، هذه المنطقة الآن إذا زرتها وفيها حتى أصحاب الكتب المستعملة، حينما كنا صغارا كنا نذهب إلى تلك، كانوا في مكان وحولهم إلى ذلك المكان، بدل أن تكون هناك بنية جميلة وبنية نعم، في عوض ما يكون يعني تكونوا بعض هما داروا يعني بعض الأكشاك، أكشاك على السور فيما يخص هذا بائع الكتب المستعملة، أكشاك يعني عشوائية، شبه عشوائية. أنا يعني في وجهة نظري أن تكون هناك أكشاك بمنظر يكون جميل ومتناسق مع السور، لأنها هي يعني يعني الكشك، مستندة على السور. يكون حتى هو بحال واحد الشكل ديال البني العتيق، يعني بحال نعم يديروا له يكون الكشك هذاك يكون متناسق كيما منسجم الصور. في شكله مع السور الذي يستند عليه. هي فكرة جميلة أن تكون هناك كتب مستعملة، لأن كتب مستعملة هي كذلك تراث ثقافة مرتبطة، شيء مرتبط بشيء.
الاحسن يكونوا يعني دي كيوسك يكونوا زوينين، يكونوا متناسقين مع البناء، البناء التراثي ديال مراكش، ويكونوا بنفس الالوان، وتكون اللي تركز عليه ونعاود نركز عليه في البرنامج ديالنا هو تكون النظافه، النظافه ثم النظافه، حيت الا مشيتي تما ودستي منه يعني ستتقزز من تلك المناظر التي ترى. السور هناك إهانة مبيتة لتلك المعالم الحضارية. عندكم السجان تم مثلا، يعني النصب التعريفي بكل لا، لا يوجد مكان أي شيء معين، من هذا القبيل. ما هناك عندكم يعني النصب التعريفي بأي منطقة، لا، لا يوجد هناك أي شيء فيما هذا الخصوص. يعني الإنسان هذه هذه سيحول هذه ستأتي ستأتي يعني في النقطة. أنا يعني إذا ممكن أن تترك لي بضع دقائق تفضل حتى أشرح لك النقاط. هناك 4 نقاط في برنامجنا فيما يتعلق. اسمح لي غير نقاطعك قبل ما كاين السي الطاهري عطانا واحد السؤال داخل في هذا الموضوع ديال البرنامج بشكل عام، قبل ما انت تفض في الهضره في البرنامج، قال لك مدينه مراكش مدينه اصحاب الشكاره منذ عقود، فما هي حدود الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال هذه المرحله؟ والسجاء حزب ملعب اشتراكي موحد. الحزب الاشتراكي الموحد هو ديمقراطي هنا ادجكتيف يعني صفه. اخي عبد الله جمال العثماني قال لك نعم مدينه مراكش مدينه سياحيه بامتياز، لكن هنالك مشاكل كثيره وسنتطرق اليها بنقطه بنقطه. سيف دراوي الله يحييك، شكرا جزيلا ومرحبا بالاسئله ديالكم، التساؤلات ديال المداخلات ديالكم. بالمناسبه غدا ان شاء الله غادي نديروا واحد المداخلات تكون مرئيه، يقدر يكونوا فيها المرشحين وحتى انتم المساهمين معنا بالتعليقات. انا غادي نديروا لليوم تقدروا تلتحقوا بينا باش تعبروا على الاسئله ديالكم ولا بالمداخلات ديالكم عن طريق الفيديو. الان غادي نخلي لك تتحدث وتقول لنا في قصر البديع هناك انصبه تعريفيه في الداخل، كيقول لك سي رمضان. لا، انت سولتيني قلت لي على مدينه مراكش واش كاين شي نصب، ما يعني لا داخل في المعالم، قصر لا يعني انا اللي فهمت من السؤال ديالك انه مثلا سائح جا لمراكش كان تيتجول فيها يقدر يلقى واحد البنايه او كيوسك او كشك او كذا تعرفوا بالمدينه، هنا كاين هذا الاثار كذا وهنا كاين كذا وكذا، مختلف اللغات هذه المساله ما كايناش. اما الى فات تدخل يعني قصر البديع، فعلا مؤخرا قصر البديع شهد واحد الترميم شامل، وباقي هو الترميم يعني هنا فين تتجي في البرنامج ديالنا ديال مساله الاختصاصات تكون واحد الاختصاصات واضحه، بين حيت كاين هناك اختصاصات تخص وزاره الثقافه واختصاصات تخص يعني المجلس الجماعي، خاص هذه الاختصاصات يكون لها واحد الحل باش كل مؤسسه تعرف حدود يعني التدخل ديالها، باش يكون واحد التعاون من اجل يعني اعطاء واحد الصوره على مدينه مراكش، باش ما يكونش واحد تضارب المصالح. هذا يجاوب على يعني رمضان. الدخله ديال السي رمضاني. دونك البرنامج ديالكم انا كي انا شوف المهم مشيت النقاط طنجة قبل ما تهضر، طنجة تطوان الطريق ديالها، كنت وانت غادي في لوتوروت كتشوف دي كونتاكت كبارين ولا ديك لي بلاك كبار كيقول لك هذه مثلا منطقة سياحية، هذه كذا من هنا، ترك غادي في لوتوروت ما غاديش تدخل لديك المنطقة ولا بي، وما كيعطيو لك ديك الاشارات، انت كتحس بديك نعم الرهبه، هذا نوع من الفالوريزاسيون التثمين ديالك. نعم وهذه الفكره ديال ان في الدخله ديال المدينه يكون واحد الخريطه مثلا ولا واحد نعم اندكاتور كاين افكار، استراتيجي عدة معين. افكار بانه تفضل. نعم. المهم البرنامج ديالنا فيه 4 نقاط، انا بالنسبة لي 4 نقاط. كاين اولا تثمين الاثار، خصنا نتمنوا هذا الاثار ديال مدينة مراكش، خص المواطن المراكشي يحافظ على الاثار ديالو ويعتبرها بان مكسب ليه ولمدينته. هذه المسألة عن هذه طريق فيها شق تربوي، شق توعوي، وشق مادي من ناحية الاعتناء. المسألة الثانية الاعتناء بالتراث. ما معنى الاعتناء بالتراث؟ الاعتناء بالتراث يعني الاعتناء بالمآثر، واعتناء كذلك بالكتابات التاريخية اللي تتكتب على اللي تتعرف بمدينة مراكش، والاعتناء بالناس اللي يعني عندهم ذاكرة حية نحاولوا نخرجوها على شكل كتب، على شكل واقع بالنسبة مثلا الذاكرة الحية بالنسبة للجامع الفناء كساحة مصنفة في التراث، يعني مصنفة في منظمة اليونسكو كتراث شفاهي عالمي. هذه الأمور خصنا نحافظوا عليها،
خص المجلس يكون عنده واحد ميزانيه راصده على هذه الامور ديال الثقافه وديال الاعتناء بالتراث، سواء منه التراث اللي هو عباره عن ابنيه او مآثر، او التراث الشفهي سواء منه القديم او الحديث، لان مراكش ماشي هي فقط هي المآثر، هناك تراث شفاهي فكاهي، يعني تراث ديال طرد الطبخ لمادي المراكش، نعم كثير من الامور المتعلقه بالتراث، يعني هناك ما يسمى بفن الحلقه، هناك ما يسمى بفن الدقه، هذه كلها امور يعني تجتمع لتخلق من مراكش يعني التميز بالنسبة لكم انتم العالمي. في البرنامج، وشنو الفكرة ديالكم؟ غادي ديروا لهاد التراث اللامادي باش انه تراث يتخلد يتخلد التراث اللاماتي، ويتميز. اول شيء خص يعني المجلس الجماعي يخصص واحد المؤسسه خاصه، تكون مؤسسه خاصه تابعه للمجلس الجماعي تهتم بهذا التراث، تهتم به سواء من ناحيه التدوين او من ناحيه التعريف به او من ناحيه الاعتناء بالناس اللي حاملين هذا التراث، سواء الفرق الفنيه المراكشيه التي تحمل ذلك التراث او الحلقات او غيرها من ولو يكونوا الفنون البشرية المتعلقه بمدينه مراكش، وان يكون هناك دعم سواء مادي او معنوي من طرف تكون مؤسسه قائمه بذاتها تهتم بهذه الامور. هذا فيما يخص الاعتناء بالتراث. هناك النقطه الثالثه في البرنامج هي اختصاصات المجلس واختصاصات وزاره الثقافه. يعني المجلس يحاول يكون عنده صله مع وزاره الثقافه باش يشوف ما له وما عليه فيما يخص الاثار، لان ديال الاثار كاين شراكات. تداخل اختصاصات ويكون شراكات او يعني تعاون، تكون واحد مثلا ديك المؤسسه اللي تكلمنا عليها يكون يعني واحد الدعم طرف وزاره الثقافه فيما يخص هذه الامور ديال التراث، لانهم اهل الاختصاص في هذه الامور. هي ما يكونش ذاك مثلا المجلس الجماعي من يجي يدخل هذه الامور يبقى مثلا اختصاص وزاره الثقافه يرفع يدي ويخليها بوحدها، ده هو المقصود بعد المساله، هذا يكون يعني خص عائق يكون من الناحية. تعاون، ما يكونش ذاك يكون التعاون او تضارب المصالح بما يخدم مصلحه المدينه، لا العكس. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الأخيرة بالنسبة للبرنامج هي واحد إنشاء ديال كبسولة للتعريف بالتراث المادي واللامادي بالنسبة لمدينة مراكش، سواء الفنون الشفهية أو المآثر التاريخية، قبور الصالحين في مدينة مراكش أو قبور سبعة رجال وغيرها من الأضرحة والقبور، وليس بهدف التعريف بها والاعتناء بها لتكون مزارا للسياح وتجلب العمله الصعبه لمدينه مراكش. تكون كبسوله، تكون يعني انشاء هذه الكبسوله يعني المؤسسه التي تحدثنا عنها في النقطه الثانيه تكلف بعض المساله هذه، وتكون هذه الكبسوله بمختلف لغات العالم تتعرف بمدينه مراكش والثقافه ديال مدينه مراكش، المآثر فين متواجده، خرائط تعطى للسياح اللي يزوروا هذه الاماكن، ويكون يعني فيها البساطه. ونتمنوا أن هذه المسألة هذه تطبق في أقرب وقت وتكون عندها تأثير على حتى الجاذبية السياحية ديال مدينة مراكش اللي أثرت فيها الجائحة. دونك البرنامج ديالك الرباعي ديال اللي فيه 4 ديال المحاور، نعم دابا واش ممكن تفصل في كل نقطة نقطة، وشنو الإجراءات اللي غادي ديرها في حالة ما خديتوا الرئاسة ديال المجلس، ولا في حالة ما كنتوا في المعارضة، ولا كنتوا في المستشارين ديال الرئيس، وشنو ممكن تبادروا، مع العلم أن كاين ما إكراهات احنا انتم لا عندكم هو داخلين الاكراهات ما كاين، باعتبار الإكراهات. كاين مثلا شحال من مناطق أثرية اللي كيكونوا بعض الناس المقاولين يبغيو يردوها يعني عقارات، فهمت كيفاش؟ دوك غادي لا تواجهوا بالنسبه المعارضة لهذه شوف المساله غير مطروحه بالنسبه لمدينه مراكش، يعني علاش غير مطروح. المآثر بالنسبه نظرا لا داخل المدينه، نظرا لا داخل المدينه، نظرا ماشي تنقصد بها المدينه، نقول لك المدينه يعني تنقصد بها المدينه القديمه، نعم خارج السور ممكن هذه الامور تكونوا بعض المآثر وبعض كذا تيبغيو يستوليو عليها، يعني عندك الحق فيها. اما بالنسبه حنا يعني البرنامج يجب ان يكون متدرجا، اول شيء واسهل شيء اللي ممكن نطبقوه بسهوله خص الشجاعه السياسيه ديال المسؤول، هي مساله ديال التثمين وديال النظافه ديال المآثر.
هذا شيء بسيط ممكن تفرضوه باي، يعني تطبقوا بجد ببساطه، تكون واحد النظافه، تدير بعض اعوال الحراسه على هذه المآتير باش ما يكونش واحد الاهانه لها عن طريق قضاء الحوائج على الاسوار، ومع بطبيعه الحال انشاء مراحيض عموميه باش ما يقولكش لا باش نمشي انا كذا، خص ضروري يكون مرحاض عمومي، ضروري ضروري يعني توفر مرفق باش ما يكونش هذاك المرحاض على الهواء الطلق، يصدم السائح من تيجي ويشوف هذوك المآتير وتصدم هذوك المناظر. هنا يعني كسكان مراكش تنصدموا بهم وتيحزوا في النفس ان نرى مدينه مراكش، يعني اسوار مدينه مراكش على تلك الحاله. اما فيما يخص المساله اللي ذكرتي ديال استيلاء يعني اصحاب الاموال على هذه مساله تاهي مطروحه كذلك. سير رمضاني قال لك هل البرنامج يهدف ايضا الى التعاون مع الجهات الاكاديميه الجامعات، بمعنى مثلا الى غتحقق في التراث الشفاهي لا مادي ضروري ولا حتى المادي ضروري ما التعاون مع مجموعه ديال الاطر ولا مع الجامعه بحد ذاتها مع احنا الاكاديميات باش هذا سؤال يوظفوا مهم، مثلا باحثين. نعم هذا سؤال مهم، يعني البرنامج العام للحزب الاشتراكي الموحد اللي ممكن تطلعوا عليه على الموقع ديالو، البرنامج العام تيسرد يعني يخص صفحات لنقاش مسألة ديال الثقافة. الثقافة هي في صلب اهتمام الحزب الاشتراكي الموحد، ولا توجد هناك تنمية أو تقدم بدون ثقافة وبدون اهتمام بالثقافة. وطبعا أي مشروع أردت أن تنزله على أرض الواقع لا بد أن تستعين بأهل الاختصاص. مثلا عندنا خلال حبي لمدينة مراكش فإني أقتني كثير من الكتب التي تتحدث عن تاريخ، وهناك أكاديمي معروف اسمه أحمد مفتكر مثلا له مؤلف مساجد مراكش عبر التاريخ، هذا الأستاذ أحمد مفتكر هذا مفتكر يهتم بتاريخ مدينة مراكش. هناك طلعنا كذلك انا اقدم مسجد الى كنت يعني طلعت الكتاب بتعمق يعني هو أقدم الدار مسجد هو المسلم مسجد الكتبية، هو مسجد مسجد الكتبية الكتبية هو من أقدم مساجد يعني في ما عندوش شي مدينة مراكش، واحد اخر قبل من منه أقدم المساجد. وهناك كذلك هناك عدة مساجد يعني القدم التاريخ، هذه مساجد مراكش، هناك مسجد بن يوسف، هناك مسجد الكتبية، هناك مسجد مولاي اليازيد، هناك كثير، وكل يعني لأن تاريخ مدينة مراكش تاريخ عريق، فكل دولة من الدول التي مرت وكانت عاصمة للمغرب مثلا المرابطين أنشأوا كثير من المساجد، وبعدهم موحدين، وبعدهم بقية الدول التي واحد الفكرة زوينة يعني دارها لنا السيد طاهري محمد دائما بين قوسين ندرجو التعليقات. يا طاهري باشا قال لك ما لاحظته في تركيا هنالك مآثر تاريخية ولكن أضيفت لها أشياء حديثة وألعاب أطفال وحدائق ومنتزهات أعطتها جمالية أكثر وهذا ما لم يحدث في المغرب. نظرك زعما هذا جالس ملي نزيدوا مثلا نقولوا كتبية ولا نقولوا شي ملامة كبيرة ملي نزيدوا لها شي مرافق هكا واش غادي فكرة تدعم جميلة، غادي نعم تدعم فكرة وفكرة جميلة، جميلة ولا تقدر تغطي على داك السبيريتواليتي داك الروحانية ديال يعني المعلمة على حسب فكرة كي تحطات وكي مشات، حيت ممكن مثلا توضع طبعا. واحد فكرة مزيانة ويكون عندك فكرة مزيانة وتحطها وتنحرف على المسار ديالها، على حسب ما تقدرش تنبأ. يعني مثلا يعني غادي تدير هو واحد هذه الملامة المسألة هذه السي كبيرة عبد الله ترجع كذلك للوعي، لوعي المواطن، وعي المواطن كذلك يلعب دورا في اهتمام بالتراث، حيث يعني ما خصهاش المواطن تغطي هناك انواع على من المواطن، التراث هناك مواطن له غير على مدينتي، وله غير على لا يرمي الازبال ولا يهين التراث ولا يجعل من اسواره مرحاضا مرحاضا، وهناك بعض المواطنين الذين الله يهديهم تقوموا بهذه الامور اللي ما خصهمش يقوموا بها. علاش ما تيقوموا بهذا الامر؟ حيت ما عنده حتى شي قيمه بالنسبه لهذاك، عنده السور، عنده سور عادي بحال درها على السور تاريخي يعود تاريخه لالاف لمئات السنين، ولا درها على يعني في المكان اللي خصه نورمالمون يقضي فيه الحاجه ديالو، يعني ما ديش أي. كل عنده حتى شي فارق. هنا تيجي ترجع عندك حتى لوعي المواطن. هنا غادي نعاودوا نركزوا للنقطه الاخرى اللي تركز عليها الحزب الاشتراكي الموحد فيما يخص برنامج بالنسبه للتربيه والتعليم، ان المدرسه هي اللي تخلق لك المواطن الصالح. هنا فين تنعاودوا نرجعوا، يعني كل شيء مترابط، ولكن الاقتصاد مترابط مع انتم كمجلس
ما غاديش تقول لي المدرسة، المدرسة راها مسألة بعيدة عليكم، لا يعني انا ما تنقولكش علم داك جديد، حنا تنهضروا دابا قلت لك هنا يعني ملي تنتحدثوا مثلا على الوعي المواطن تنقصوا لهذه المساله ديال حيت المواطن صح شكون تيصنعوا؟ تصنعوا المدرسه، المدرسه تصنع لك مواطن واعي كيحترم، تحترم قانون السير، تحترم الاثار، تحترم ما يرميش الازبال الا في اماكنها، راه تما يعني اصلا تتوفر عليك كثير من الميزانيات اللي صنعتي واحد المواطن مزيان، ماشي واحد المواطن اللي تيكون ما واعيش تيجي لك هذا المشكل هنا ويرس لك هنا ويجي كذا، خصك تبقى تابعه بميزانيات اخرى. ففي تنهضروا صحيح. الامور متشابكه، ما احنا نعرف ان من اختصاصات المجلس الجماعي اختصاصات معروفه، اختصاصات الحكومه واختصاصات معروفه كذلك. التعليم ليس التعليم مثلا توفير المجلس الجماعي ممكن ان يدافع على الساكنه ويوفر بقاع ارضيه من اجل انشاء مدارس وكذا، اما سياسه الدوله في التعليم فهذه مساله ديال الحكومه صحيح. ليست. بالمناسبة نذكر المشاهدين أنه بإمكان ديالكم أنكم تديروا مداخلات عبر البث المباشر، رانا درنا الرابط، ممكن أنكم تلتحقوا بنا باش ديروا مداخلات ديالكم، أسئلة ديالكم، اقتراحات، ماشي غير كتابة فقط، ولكن تقدروا تدخلوا معنا. سي عبد الله بغيت نكمل المداخله ديال السؤال اللي طرحتي بيان عليا سور. ديال الاكاديميين. بطبيعه الحال تنزيل هذاك المشروع اللي ديال الاهتمام بالاثار يحتاج الى يعني تعاون مع الاكاديميين والناس يعني اللي مختصين في التراث واللي عندهم معرفه في التراث، هما اللي غادي يعطيونا افكار، هما اللي غادي يساهموا معنا في بناء تحت تصور معين من اجل انشاء واحد، لان ديما ما تستعن بالاختصاص حتى توصل لنتائج مهمه. والحمد لله من مدينة مراكش هناك كثير من كاين مثلا واحد الكتاب آخر هو اللي حومات ودروب مدينة مراكش، ما كتبان حومات مزيان ودروب مدينة حومات ودروب مدينة ديالو. مراكش ديال الأستاذ عبد القادر عرابي، دراسات وأبحاث، ومقدم لي هنا تقديم الأستاذ الحومة. المفتكر اللي هضرنا عليه. حومات ودروب مراكش هذا الكتاب. الحومة القديمة ديال ذاك القرون. نعم تفضل سي. هنا جاتني واحد الفكرة أخرى بالنسبة هناك كذلك حتى ما يسمى بالآثار التي خلفها الاستعمار، خاصة في حي جيليز ومن حي الأحياء الحديثة، ليس هنا كنا نتحدث عن المدينة كالمدينة القديمة، وكحي حديث أنشأه الاستعمار الفرنسي. هناك كثير أي كذلك من الآثار وكثير من هناك التي تحتاج كذلك الاهتمام، ممكن أن تجلب لك الكثير من السياح هذوك اللي المآثر اللي صنعتهم فرنسا، اللي بناتهم فرنسا. اللي خلفتهم فرنسا. السينمات مثلا كثير هناك، على ذكر السينمات هناك كثير من السينمات مغلقة، كانت يعني من أيام العهد ديال الاستعمار في ايام عز السينما، لا من غير قاعد الاستعمار، تمر عاد الاستعمار. انا اتذكر في ايام طفولتنا كنا نذهب لتلك القاعات السينمائيه، الان هي مغلقه. لماذا هذه القاعات السينمائيه لا تكون هناك شراكه مع المجلس وتكون عباره عن دور شباب او مسارح من اجل توعيه الناس ومن اجل خلق انشطه ثقافيه وانشطه موازيه بالنسبه لشباب المدينه؟ لما لا؟ دونك البرنامج يشمل يعني واحد النوع ديال الحث، الحث يعني والتحفيز، ولكن بغينا إجراءات ملموسة. شنو غديروا النهار اللي غتاخذوا المجلس؟ اش غادي دير مباشرة؟ غتوقع مع هذه شراكة؟ غادي دير انا نقرا مجموعة ديال الأسئلة ديال الإخوان قبل ما نعطيك فرصة تجاوب. سي الطاهري كذلك تفضل. يقول لك، على المنظومة التعليمية أخذ مسألة التراث في البرنامج التعليمي كما هو معمول به في الدول الغربية. سي نعم جمال قال لك أثماني فكرة الأخ جميلة، المعلمة تكون تتجاوب مع ما كل هو جديد، يعني تشبه المعلمة في الزمن والتاريخ، يعني ما خصهاش تكون بعيدة على المعلمة، يعني دير ألعاب وكذا ولكن يكونوا شوية منسجمين معها. نعم سي عبد الله رمضاني قال لك مراكش ليس فيها مساحة فارغة في الأماكن التي توجد فيها الآثار، صعب إضافة مرافق الترفيه، يعني ما تقدرش حتى تطبق هذه الفكرة هذه، لأن قال لك ما كاينش مساحات فارغة خصوصا في الأماكن القديمة. نذكركم بلي بإمكانكم أنكم تدخلوا عبر هذا الرابط، الإنسان اللي باغي يدير المشاركة ديالو يعني الفيديو. سي المرابط قال لك، لماذا لا تعطى الأهمية للمآثر التاريخية في مدن غير المدن المشهورة السياحية، مثلا بحال المدينة ديال بركان، أبركان،
عندنا مجموعه ديال المآثر، ولكن في الغالب ما كانش حتى شي واحد اللي يهضر عليها، ولا كاع نقولوا حنا مراكش كيهضروا عليها بعدا واخا ما يديروش شي حاجه كبيره. لا الطاهري قال لنا على تركيا، وجمال عثماني قال لك المحيط لهذا هذه المآثر توفر على المرافق الحيويه ومرافق النظافه بشكل يكون له تجاوب مع المآثر والتراث. فوالا ضفنا شي حاجه في يعني وشنو غادي دير مباشره بعدا، يعني انك تاخذوا المجلس ديال مراكش جامعة جليز يعني أنا إجراءات إجراءات عملية، عملية. أي إجراءات عملية. أول شيء هو تنظيف الأسوار من تلك القذارة التي تحيط بها، هذه أول شيء ممكن نديره وسهل نديره، عندك إرادة سياسية وإرادة باش تنفذ هذا الأمر. هذا أول شيء هو تنظيف تلك المآتر وإحداث حراسات لها حتى تتعرض للإهانة، هذه أول شيء. من بعد يعني بالتشاور مع الأكاديميين، التشاور مع الرفاق في الحزب وكذا، غادي نوضعوا خطة عمل غادي نمشيو عليها على حسب الأجواء السياسية اللي غادي تفرزها الانتخابات. ممكنش نتنبؤوا بدابا بالأمور، لكل مقام مقال. هي بالطبع، الأمور ولكن اللي نتخيلوا انكم خديتوا السلطه لا، ديال انا المجلس. سرت لك البرنامج، قلت لك البرنامج ها هو احداث ديك احداث مؤسسه مهمتها الاهتمام باحداث مؤسسه تابعه للمجلس الجماعي، تكون مهمتها هي الاهتمام وتثمين التراث سواء منه الشفهي او المادي او اللامادي كلاهما. طيب دونك هذه امور استغلوا هذه عمليه الفرصة، ممكن. غادي نعرضوا عليكم السي جانان ولا المشاهدين النموذج ديالنا في مدينة بركان، ونحاولوا تفضل. نقارنوا ما بين الحالة اللي كاينة في مراكش والحالة اللي كاينة في مدينة أبركان. إخوان إذا كتابعونا مرحبا بالتعاليق ديالكم والتساؤلات والمداخلات عرفتكم السواء الإيجابية. خصكم استاذ عبد الله ديروا معنا شي شراكة أي فيما الله يخص يرضي ان شاء الله. هو علاش لا، خصكم تجيبوا البيت حتى نستفيد من تجرباتكم فيما يخص استفادة متبادلة، حماية التراث تكون والاهتمام استفادة ديالكم بالتراث متقسمة ان شاء الله. فوالا إن شاء الله. اوكي. النموذج ديالنا احنا في كجمعية ماشي كمجلس، كجمعية في مدينة ديال أبركان، هذه فرصة اننا نتبادلوا المعلومة. اولا في نعم تقريبا 2011 كانت يعني قال الناس اللي كتكتب على التراث كانت معدودة على الأصابع، ولا التراث ولا التاريخ. راه تعرف بان مدينة بركان التاريخ ديالها هو في مزحزح نحو الجبال. المدينة نعم كمدينة راه تقريبا عندها غير حاليا حسب المعطيات الحالية عندها تقريبا واحد 100 سنة هكا، ولو أنه كاين إشارات تقول عكس ذلك، ولكن لحد الآن هذا اللي كاين. أما التاريخ الحقيقي هو كاين في الجبال، سلسلة الجبال ديال بني زناسن اللي بني كان زناسن. نعم أيه اللي معروفة عبر التاريخ أنها كتشكل واحد الحصن منيع، لأن الجبال شوية صعيبة للآخر، لا للاستعمار ولا للهجوم ولا دونك هاد جوج ديال المناطق المتجاورة بحال إلا منطقة خدات التاريخ ديال المنطقة، ولات نعم الناس كتعتقد بأن فوالا، ولا الناس تعتقد بأن المدينة ديال بركان ما فيها والو، والجبال فيها غير داك الشيء البدوي والأمور اللي ما تستحقش انك تهضر عليها، او التاريخ ديالها كان اللي كان عقلنا في 2012 كانوا الناس اللي يقولوا لي انت كتبحث في مجال التاريخ غادي تجيب الفتنه، غادي تقسم العرب الامازيغ، ذاك الهضره اللي كيديروها الان بعض نعم الناس. ولكن ملي بقينا زدنا كشفنا للناس واش كاين من الكنوز اللي كاينه في هذا الاثار، في هذا التاريخ ديال المدينه والاثار ديالها، عاد الناس بقات بحال تحسس وتحس بالقيمه ديالها. بالنسبه للمدينه كمدينه، ولو انها صغيره عندها مجموعه ديال الغاز تراثيه. سي جنان، ولو انها تبان لك المدينه راه واحد المدينه ما بشحال فيها من كيلومتر يعني مساحه صغيره، ولكن اي نقطه الى عرفت تقراها، اي نقطه تراثيه الى عرفت تقراها كتبقى تحل لك واحد التناقضات اللي كاينه. مثلا المدينه الصغيره فيها واحد الضريح صغير اللي كيوصل للقرن الخامس عشر، وكيقولوا لنا الفرنسيين بلي هذه المدينه كي جينا ما لقينا فيها حتى شي واحد، لقيناها غير خربه وحنا اللي بنيناها. اذا الى هذاك الضريح اللي هو في ديك الفتره
اللي هو نعم الفترة الأقل الفترة ديال القرن 19 يعني 1850، كانوا دوك لي جينيرو الكبار ديال لا فرون ملي جاوا المدينة ديال بركان كانوا يكتبوا على هذا الضريح، ماشي على الضريح، على هذه المنطقة، وكيقولوا لها بلا مسمية على الضريح. إذا ملي كتسمى منطقة الضريح يعني هذا الضريح راه قديم بزاف شوية، راه على الأقل واحد جوج قرون، هذه على الأقل. ملي كنبحثوا كنلقاوه بلا ما هو واحد فقيه ملكي شهير بزاف ومحطوط في هذا المكان. واش يمكن يكون واحد الفقيه شهير وعقله كيمشي لواحد المنطقه خاليه كما كتقول فرنسا وكتما كيتدفن ويبقى معروف، وخصو يبقى معروف الاربع قرون من مور؟ يعني هنا كاين تناقض ما بين المعلومات. باش نقول لك يعني مقطعك. الغاز كتبدي كتفكها القراءه الجيده للمعالم الاثريه اللي كاينه في مدينه أبركان. هو مثلا المدينه ملي تحولت ولات بركان، غير هذه الكلمه كتخلي الناس تزيد تنعس اكثر، كتقول بالله واش هي بركان ما عندها حتى معنى، بركان كلمه بركان ما عندها حتى شي معنى، ولكن كلمه ابركان هي المعنى ديالها اسود ولا خمري، كنقولوا احنا خمري يعني كحل، دونك كحل بالامازيغيه، يعني عندها واحد الاصل ديال واحد التسميه بالامازيغيه اللي هي نعم هذا الشخص الطارق بالضبط اللي هو سيدي محمد ابركان اللي كان فقيه ملكي كما قلت لك شهير من في الدول الإسلامية كاملة، حتى سوريا، الشام سابقا، طرابلس ديال ليبيا، لبنان. ليبيا فوالا فوالا. دونك هي مدينة غير صغيرة، بصح نزيدوا شوية كنلقاو مثلا مدينة جراوة، جراوة راه غير كيلكو كيلومتر تقريبا 10 11 7 بحال هكا ديال على مدينة بركان، يعني مدينة أثرية قرب المدينة تدمج معاها. هذه المدينه ديال جراوه عاود راه في القرن التاسع كانت كتنافس، يعني قبل حتى البروز الكبير ديال مدينه وجده، هي كانت خط تجاري ما بين ليبيا والجزائر باش يمشيو للجزائر، وعاود سجل الماسه اللي هي الرشيديه وداك. دونك مدينه اثريه اللي حاليا باقي منها غير شويه ديال الاطلال راها جايه حدا هذه المدينه النكره اللي كيقولوا لك مدينه يعني غير المدينه وصافي، دارتها فرنسا ما عندك ما تلقى فيها. انت بعض الاشكالات اللي كاينين، اللغز نعم الاخير هو اللي كنشوفوه في الجبال. الجبال كنلقاو انه في التاريخ، في كتب التاريخ كيكون الحديث عن جبال بني زناس كيكون غير شذرات تك 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 تك، يعني على قبيله موجوده وصافي، ولكن ملي كتبقى تسمع عن داك الشيء اللي كيتكتب كتلقى حوايج اللي ماشي ديال الناس اللي غير كانوا قبيله وصافي، يعني كتلقى خصائص ومميزات ديال اللي خاصه شويه. مثلا مؤخرا بحثنا تقريبا في واحد المعلمه اثريه اللي في كتب التاريخ ذكرت ولكن بطريقه محرفه. قبل ما ثاني نقرا نبغي نقرا التعاليق باش يشاركوا معنا الاخوان. في الطاهري قال هنالك اشكاليه المعلومه سي عبد الله، لو كانت المنظومه التعليميه عندها اهتمام بالتاريخ والجغرافيا المحليه لتعرف التلاميذ على محيطين التاريخ والجغرافيا. فريمون هذا كان اشكال، وما كاينش بحال كاين حوار طرشان ما بين الاداره يعني الوزاره ديال التعليم والاداره المسؤوله وما بين الباحثين، ما كاينش ديك التجاوب والتلاقح. قلت لك اخر ما تم اكتشافه هذه المدينه الاثريه العجيبه اللي تعرضت لواحد النوع ديال التحريف بغايه الغرابه. ملي كتقرا مثلا السياسيين والعسكريين الكبار كتلقاهم يفرون الى جبال بني زناس، يفرون الى جبال بني سلطان مثلا، السلطان السعدي ابو فراس حسون فين هرب؟ هرب المنطقه في بني زناس. يعني انت باش غتهرب لواحد المنطقه وانت يلاحقونك، يعني راك مهدد بالقتل وانت سلطان، على الاقل خصك تكون تعرفها هذه المنطقه، يعني ما غاديش تجي على الله حتى تطيح فيها، وغادي تعرف بالله امنه، وباش تكون امنه خص يكون تما قوه عسكريه اللي تحميك، ولا اللي المهم ظروف اللي تعطيك الامان، وهذه الظروف شكون اللي كتخلقها؟ تخلقها واحد القابليه معينه اللي تكون شويه افونسي، فهمتني؟ دونك هذه نعم البداوه اللي كنسمعوها ليها في هذه الجبال بني زناس المحيطه بأبركان. ها وشنو كانت دير؟ مثلا عندنا مجموعه ديال الفارين من بينهم هذاك المعروف التركي المعروف المجاهد البحري سميتو عروج، او كان خير الدين وعراج ولا عروج، بربروسا
اي لا بربروس، الروس بربروس اللحيه ديالو سميتها بربروس. لحية، صاحب سميت اللحية. الروس، الروس من اللي هرب من تليمسان كانوا طاردوه السكان تما، عاود هو مشى هرب لبني الناس، يعني غير الرموز ما نهضروش حنا غير دوك نقول حنا دوك العسكريين الصغار ودوك اللي باغيين يقودوا ثورات ولا فهمت كيمشيو يهربوا تما، لا هذو العسكريين البارزين، يعني الروس عالميا معروف فالرأي لا بني الناس، وتما قتل المنطقة ديال بني الناس، ولو أن يعني كاين إشارات تاريخية تهضر عليه. وأهمهم أهم هذه الإشارات هي فرار المولى الرشيد في إنشاء الدولة ديالنا الحالية إلى منطقة هنا اللي لقينا هذا اللوز اللي أون فا ديفوالي، غندرنا واحد الإصدار إن شاء الله غادي يخرج مستقبلا على هذه النقطة، هذا اللوز كيفاش ان منطقه وقلعه كبيره في بني زناسن اللي كيفروا ليها من اجل الحمايه ومن اجل ان يتقووا السلاطين والولاة والعساكر والقراصنه الكبار، كيفاش كتحول وترجع التاريخ الى مجرد يعني اما مهمله ولا دار ولا مدينه لا ولا منزل، واحد التحريف اللي في غاية الغرابة سي جنان. نعم دونك باش ما نحرقش هذه المراحل كلها لان كل شيء هذا الشيء راه كان في الاصدار المقبل، يكفي ان نقول لك ان من هنا من هذه المنطقة في هذه القلعة اللي كاينة هنا في هذه البني زناسن اللي انطلقت يعني الشرارة ديالت يعني الثورة بتاعت المولى الرشيد باش يعمم السلطة على كافة المغرب الحالي، وهذا الشيء مثبت يعني لا من حيث التاريخ المغربي المؤرخين المغاربة ولا من حيث المؤرخين الأجانب اللي هما اللي ركزت عليهم باش يعطوا البديل، لأن في ديك الفترة ولله الحمد أن فرنسا وأوروبا بشكل عام كانت عندها الطباعة، كان عندها المطبعة في 1663 وكل شيء، لأن هذه الفترة ديال المدروسة كانت موجودة الطباعة، وبالتالي حتى ولو ما عندناش يعني مجموعه ديال المعطيات ولا معطيات متضاربه، ملي درنا دراسه مقارنه بدينا نكتشفوا ان هذه المنطقه فعلا منها كاينه قلعه حقيقيه، القلعه سيتاديل اللي كتضم مدينه محيطه بها، القلعه هي الحصن وكتضم مدينه كلها بجره قلم طبوها وردوها شخص ومنزل. ما بغيتش نحرق المراحل لانما هذا الشيء غادي تشوفوه ان شاء الله ملي يخرج الاصدار، ولكن المعلومه ها هي. ايماجيني سي جنان، انتم مراكش على الاقل القلاع والمعلمات راهم مبينين هنايا، يعني حتى باش يبانوا يخصك دير على الاقل عام ولا عامين ديال البحوث المستفيضه المضنيه باش تكشف التحريفات اللي ايوا تخيل انت يا مدينه كامله كيشطبوها وكينحيوها، دابا حتى واحد ما يعرفها. علاش؟ ماشي قلعوها فقط بالحجر ولا لا، قلعوها من التاريخ عن طريق تغيير المعالم الجغرافية ورجعوا الجغرافية ديال المدينة، ردوها منزل والاسم ديال المدينة ردوها شخص، مثلا بحال نقولوا كتسمع مثلا دار الكبداني ما جاية تسمع في بها. الريف، كتسمع مثلا نجي نقول لك دار الكبداني راه هي واحد المنزل ديال واحد السيد سميتو كبداني وهم كبدانه، يعني بحال هاد المغالطات كتلقاها في كتب الرسميه ديال التاريخ، ايماجيني كتب اللي هي منها كنستنبطوا التاريخ، يعني نقولوا مصادر ماشي المراجع اللي كتنقل على اللي تنقل لها، فهمني في الاشكال اللي عندنا حنايا. في المقابل نعم. ملي نشوفوا مثلا الاجتهادات اللي كنديروها حنايا من اجل التحسيس، دابا عندنا حنا على شقين، حنا في المجموعه ديالنا أكاديمية التراث كنشتغلوا على شقين، نورمالمون حنا نشتغلوا على شق واحد والاخرين يشتغلوا، ولكن لقينا كنقولوا توتي فيارج، كل شيء ما كاين فهمت، فيما الضرب الاخر يسيل الدم. نعم دونك كان نشتغلوا في المجال البحثي وكان مشيو عند المجال التحسيسي، اش درنا مثلا ديك المعلمه ديال سيدي محمد بركان اللي هي كتعطي البعد لكل شيء المدينه، ان التاريخ ديال المدينه كيبدا بالاسم ديالها، شنو هي التاريخ ديال مراكش مثلا؟ غادي تقول لي غير من المرابطين؟ غادي نقول لك شنو هي سميت مراكش؟
شنو معنات مراكش؟ غادي تقول نعم لي مراكش اللغة العربية ما تعني حتى شي حاجة، ولكن في الأمازيغية كان عندها واحد المعنى، أرض أمور الرب. أمور فوالا أمور، والأمور ولا تأمرت مؤنث، أمور مذكر، بلاد نعم ياكوش هو الرب يعني الإله ولا الرب. الرب، أمور ياكوش. كذلك بركان شنو معناتها؟ يعني باش دير توبونومي باش تعرف التاريخ. قبل ما نكمل بغيت نقرا في جامعة ثمانية أخي عبد الله، نقول المشاكل بين مراكش وبركان راه في العمق نفس المشاكل بصفة عامة، الفرق مراكش صفتها وعالميتها وتاريخها وكثرة الاهتمام الإعلامي والتربوي الكبير بها جعلها، وكان تاريخ مدينة مراكش أكثر من مدينة أخرى مدينة أخرى كأبركان، لكن المدينة لها تراث وتاريخ يبقى للاهتمام. سي محمد بوبكري قال لك شكرا للمعلومات القيمة، شكرا لك. سي عبد الله جامعة وجد فيها شعبة الاجتماعيات، وبيان سير التاريخ كاين في كلية الآداب. سي محمد بوبكر قال لك هي مور أكوش، أمور ياكوش، ياكوش هو الإله الرب، أما أمور هو تمرت، أو الأمور هو البلاد ولا الأرض. دونك شنو درنا حنا في التجربة ديالنا؟ بغيت نتقاسم معاك التجربة ديال مدينة بركان مع الفكرة ديالكم في المشروع ديال المجلس الجماعي المقبل في الحزب ديالكم اللي هو اتحاد الحزب الاشتراكي الموحد، نعم لعل ربما تستفدوا بنا ونستفدوا منكم. على اساس ان لحد الان مازال ما شفتش هنايا شي مرشح اللي دار الاولويه ديالو التراث بحال ولا غير فوالا. وفي نفس نعم الوقت انتوما ما نظنش كاينه شي جمعيه اللي كتاخذ بجديه تاريخ وفي نفس الوقت تراث طريقة يعني تبسيطية وتحسيسية، مازال ما شفتش هنايا شي حركة مثلا شبابية شي جمعية شي تنسيقية اللي تشتغل في مراكش، ربما باعتبار ان مراكش نقول احنا شوية يعني شبعانة شي شوية تراث وشبعانة سياحة واهتمام، ربما يمكن يكون مبرر، وان عندنا احنا في العكس عندنا واحد الجفاء وجفاف، يمكن هذا هو اللي خلانا احنا نبرزوا في هذا المجال. دونك درنا واحد المسألة ديال التخمين، خصنا نثمنوا المدينة كلها عن طريق تثمين الرمز ديالها. الرمز ديالها هو نعم اللي غاطيه الاسم ديالها اللي هو سيدي محمد أبركان. نعم دونك لقيناها في البداية في 2011 2010، كانت واحد المنطقة هي واحد الضريح كبير فيه قبور كما قال أضرحة، وفيه الضريح ديالها اللي كانوا اعتنوا به في الثمانينات والتسعينات وداروا له غيروا له المعالم ديالو، ولحد الان بقى واحد المنطقه لحد 2011 كتبقى منطقه اللي مخيفه شويه جاي ذا الواد، دونك كان شويه يخوف كي نقولوا لان من وراه الواد يعني كتلقى غير دوك المتسكعين ودوك النماذج اللي ما عمره ما تخيلهم كتلقاهم تما عندهم واحد الامان بالنسبه لهم. المفارقه انه رغم هذا المكان موحش ومخيف الا انه للحد الان الفضل يعود لدوك النساء اللي كيزوروا الاولياء، دوك النساء اللي كيزوروا من اجل التداوي من اجل الامور النفسيه. نظن ايضا التراث والمآثر يكون له علاقه وطيده مع البيئه فعلا في جمال العثماني، واصلا التراث راه كيكون في منطقه وتكون نعم غابات وتكون فوالا. إلا بغيت تضيف سي جنان لك الكلمة، غير من قلت انت نعم على ذكر هذه المسألة اللي يذكر المتدخل، لازم نشوف الاسم ديالو ديال سي البيئة. جمال العثماني. سي جمال العثماني قال لك جمال نظن العثماني. أيضا التراث ما يكون علاقة بواسطة بالبيئة. نعم، هذه المسألة ديني باش ذكرني في المسألة، باش نطرح مسألة ديال البيئة. هناك ترابط بين التراث والبيئة. البيئة السليمة تنتج تراثا سليما، والتراث السليم والتراث السليم وسلامة التراث خاصة التلاتة تكون في واحد البيئة مناسبة وبيئة ملائمة. ما يمكنش تجي تلقى تراث ويكون اهتمام في واحد البيئة غير سليمة أو بيئة متسخة أو بيئة غير نقية. بالنسبة نفس لمسألة الموضوع البيئة ديال هي الشعر دخلت. ديالكم في الصور بعد انيت هذيك نعم النظافة آه. ديال الصور. نعم كذلك احنا يعني من ضمن الاولويات ديالنا كحزب ككل، سواء في برامج مختلف المدن او برامج يعني عام، هو مساله ديال البيئه.
منها تقليل من تبعات الغازات، استغلال الطاقات المتجددة، المحافظة على البيئة، معالجة المياه، غيرها وغيرها وغيرها. أنا يعني غادي هذول نطرق فكرة هي فيما يخص جميلة نعم جميلة أنا غادي للغاية. نتحدث هي فيما يخص المدينة. بالنسبة لمدينة مراكش يعني بيئيا هي شيئا ما يعني أحسن من المدن، من كثير من المدن، ولكن باقي خاصها الخدمة، خاصة الخدمة فيما يخص معالجة النفايات، خاصة الخدمة فيما يخص معالجة المياه العادمة، إنشاء محطات أخرى، لأن يعني هناك شح للمياه، وعندنا واحد المشكلة والذي نعاني منها مؤخرا في مراكش هو الحدائق. يعني في هذا المجلس السابق يعني أن الحدائق كلها بدأت تتيبس ديال مراكش، كان واحد الاهتمام بالحدائق، كانت عدة حدائق، رغم أن بلا ما نتحدثوا على يعني عدم عقلانية وضع ذوك الحدائق، لأن تحطوا فيها نباتات لا تناسب البيئة ديال مراكش، البيئة الصحراوية ديال مراكش، البيئة الحارة ديال مراكش، النباتات اللي تحتاج مياه كثيرة، وبذلك تنعاودوا نخلقوا المشكل وتبقى تتروسيكلات يحطوا فيها هناك واحد المشكل مزيان. يعطيني فرصة باش الله يخليك باش نتكلم عليه، ومن المشاكل التي تحز في النفس هو غرس واحد النوع ديال النخيل الذي لا يمت له صلة بتراث مراكش، لأن معروفة مراكش بالتراث بالنخيل المغربي الأصيل، هي باش معروفة لواحات النخيل المحيطة بمدينة مراكش. هاد الناس المجالس السابقة تيجيو تيحطوا لنا داك النخيل اللي معروف، داك النخيل نقولوا احنا نخيل الرومي ولا ما عرفتش يعني النوعية ديالو، داك النخيل تيكون في المدن الساحلية، تيكون فيها في إفريقيا اللاتينية، صحيحين في أمريكا اللاتينية، هذاك النوع النخيل تحتاج واحد العدد كتير تاع المياه اللي تتستنزف الفرشة المائية ديال مراكش. وكان على ما اظن كنت قريت في الجريده بان وزاره الداخليه كان منعت المجالس البلديه انها تغرس هذا النوع النخيل، خاصه في مدن الصحراء اللي عندها الجو شبه صحراوي في مدن الجنوب. ورغم ذلك هذه المجالس ما عرفش يعني شنو هو السبب اللي تيجعلهم تيغرسوا هذا النخيل، وهذا النخيل تحتاج مياه كثيره وتيشوه الجماليات المدينه، وإلا غفلتي عليه واحد لمده ما تسقاش او كان كذا يعني تيموت، يعني في تبذير صريح للمال العام والمياه. علاش هو ما يكونش؟ النخيل اللي غرس النخيل كتبان بحال فكرة ديال أن مراكش يعني صحراوية شبه صحراوية، يعني بحال إعادة الطابع الأصيل ديال المدينة، نعم ولكن كيقول لك أنت النخيل المفروض طبيعي توازي هذاك يعني هذاك النخيل اللي خصو يتغرس في مراكش، النخيل يكون اللي خصو يتغرس في حقيقي. مراكش هو النخيل الاصلي ديال مراكش اللي هو اصلا معروفه به مراكش، ماشي نجيب واحد النوع النخيل مستورد في خارج المغرب وتجيبه تحطه، ما يمكن عنده حتى هذاك منفعه، النخيل اقتصادي. ما تيدير حتى شي، ما عنده حتى شي منفعه، تستهلك المياه، المنظر ديالو تيشوه حتى المنظر ديال مدينه مراكش. المنظر ديال مدينه مراكش هو بالنخيل الاصل المغربي الاصيل، هو اللي خصو نورمالمون يتغرس، ما تستهلكش الماء بزاف وهذه وتنتج، بالعكس يقدر ينتج تمور. جواب ثالث سي عثماني ديال التراث والمآثر. دابا مراكش معروفة بالنخيل حتى هي، يعني كاع نعم الصحراء راه حتى هو الغربية تراث، تراث بالنسبة لمراكش، وغادي واضحة تنقرض هذا التراث دابا. واضحة، يعني ولكن التلويحات كاين واحد الجريمة بيئية في حق مراكش غادي نتحدثوا عليها حنا، يعني المسألة ديال البرنامج ولا مشاكل مراكش يعني تخص حلقات وحلقات وحلقات. حنا هيا كنا هيا مراكش احنا عفوا نهضروا دابا لكن غير غادي ما على غاديش التراث. نتطرقوا لها في واحد الوقت وجيز. الإشكال الأكبر ممكن كاين واحات محيطة بمراكش كلها تقريبا تعرضت للتدمير، تعرضت للتدمير لانها كحزام اخضر كل خطره تتحرق منها واحد الجزء، ما عرفنا داك الشيء واش مضبار ولا عريف حواديت ولا عريف المهم، يعني يقع حرق لتلك النخيل، تحرق دوك الواحات المحيطه بمدينه مراكش، انت تجي من طريق البيضاء او من طريق اسفي تلقى النخيل، مع المده النخيل بدا تيحيد ما بقاش بالكثره اللي كان فيها، وزادوا المجالس السابقه وداروا هذه الجريمه في حق مراكش اللي هي تيغرسوا هذا النوع ديال النخيل لا علاقة له ببيئة ديال مدينة مراكش نخيل وتحتاج مياه فاست فود، كثيرة. نعم نعم نخيل فاست فود، لكن نخيل نعم ديال فاست أنا فود غنصيفط لك الصورة ديال هذا النخيل، ذاك النخيل اللي تيكون في يعني عندنا راه حتى حنا في ما عندنا، حنا واش صحراء باش غادي يديروا لنا النخيل؟ حنا كيديروا نعم لنا النخيل رغم اننا منطقة غير. السي عبد الله لا الرمداني قال لك الابحاث والتاريخ في التاريخ والتراث تعاني من انعدام الدعم، للاسف لا يجد اغلب الباحثين من يمولوا طبعات ابحاثه. المثل امامكم راه احسن نموذج، راه نعم تبحث في المراجع وتمر يعني مدة طويلة في البحث، وفي التاريخ خصك دبار إلى شي تلاقيت شي
شي دار نشر، وديك دار النشر غادي تبقى تجبد عليك، غادي دير ما اسمح لي عندي واحد التدخل بسيط بالنسبه لذكر الدعم المجالي، سواء عن مجلس مراكش او مجلس امريكان او غيره غيره، سيكون من ضمن الاولويات ديال دعم الابحاث اللي تتعلق بالمدن انا اللي غادي هي نويه. تتمثل، ايه هو كان لان غادي نويه خصك ضروري تمول البحث اي تيهتم دولة. مثلا مدينه ابركان او بحث يهتم بمدينه مراكش وتاريخها وتعرف بها، بالعكس خصك تدعمو وترجمو، ماشي تدعمو نورمالمون دعموا وترجموا للغات اخرى، لان هذاك هما هذوك الفلوس اللي عطيتيهم كدعم لهذاك الباحث راه ما غاديش يضيعوا، غادي يرجعوا اضعاف مضاعفه، لان كاين السياحه الثقافيه، شكل من السياحة لان الثقافية الناس صحيح. لان الا شتيتي هذاك الكتاب وترجمتيه وحطيتيه في الموقع ديال المدينه باللغات المختلفة، والسياح تيجيو عندك المدينة نحطوه باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية باللغة الإسبانية باللغة الروسية باللغة الصينية، غتجيب سياح اخرين، غادي يشوفوا هذوك المدن وغادي يشوفوا الناس تهتم بالقرايه وتهتم بالثقافه في هذوك البلدان. يعني واخا دعمتي انت بواحد مبلغ المال، ولكن غادي تخلفوا، يعني كاع حنا نضرب لا بغيتي تهضر بكلام التاجر، لانك صحيح كتتكلموا معاك المجالس براغماتيا، معظمها يعني ايه، براغماتيا رغم انه سي الثقافه ما عندها ثمن. طاهر قال لك هناك حتى نقص في الأطر المتخصصين في التراث من مهندسين وتقنيين، يقصد يمكن في المجلس غالبا ما يعتمدوا على مهندس معماري في البناء العصري، هذه إشكال كبير من حيث الترميم أكثر نعم، من على ذلك ذكر هذا الثقافة. الاشكال، كان وقع واحد الاشكال، يعني كنت قريت عليه وسمعت عليه بالنسبه لمراكش، ملي كان واحد الترميم ديال سواء الكتبيه ولا ديال السور، لقاو هذا الاشكال هذه، ما لقاوش مهندسين مختصين في هذه الامور، هذا كاين يقلع صحيح تيجي ولا تيجي كاع كيجيبوا غير دوك وكاين حتى واحد الطاقم. العشوائيه في اختيار المقاولات، تجيب مقاوله عندها لي ريفيرونس البني، مثلا البني العادي، وتجيب انت تعطيها صور بقيمته التاريخيه ما عارفينش قيمته، تيجي بني بيبني لك بالسيما مواد، مبني بواحد المواد اللي هي هنا فين تنعاودوا نرجعوا للنقطه ديال اننا خصنا الاستعانه بباحثين وباكاديميين هذه وبناس مسؤولية اللي ديال ديال التراث. وزارة الثقافة بالخصوص، هذه مسؤولية وزارة الثقافة إنها تكون نعم ناس في هذا البناء العتيق. مؤخرا في وجدة، ديك القصبة ديال وجدة، على ما يبدو ما عنديش معطيات دقيقة، ولكن استمعت مزيان الناس تمايا في الوزارة قال لك بالله، يعني جابوا ناس اللي لا تما ولا في حسان، عاوتاني راه في حسان تعادت الاخر الترميم ديالها بشكل يوقع انه آه يعني نعم تقريبا من نفس المواد اللي مبنيه ولا مواد مشابهه وقريبه. قال لك آه حتى نعم اللون ديال حسان، ديال سمعة حسان، حاولوا انهم يرجعوا اللون الاصلي اللي ما قبل المعروف اللي هنا كان. وجده كذلك كاين واحد الترميم يعني شبه تقريبا مطابق، عشان ما احنا مش يعني متخصصين كفكرة خص وزارة الثقافة خصها تنشأ يعني قسم يكون مهتم، مهمته هي هذه الامور، لاش ماشي بالضبط انها خصها، حيت الاثار في بالنسبه للمغرب اثار يعني معدوده، ماشي نقولوا عندنا حنا ماشي كل، يعني وقت ما بترمم شي اثار خصك تجيب شركه وتجيب مناقصه، علاش ما يكونش واحد قسم خاص بوسائل باش هو يرمم الاثار بواحد الطريقه علميه وواحد الطريقه موضوعيه، وما تكونش واحد الطريقه عشوائيه، حيت الشركات المتخصصه في هذا المجال قليله. انا نهضر على وزاره انت الثقافه وقليل السيد الطاهري كذلك، الطاهري محمد. اما راه في المجلس، راه طلبنا من المجلس بمراسله رسميه، طلبنا منه غير معطيات غير توبوغرافيه على هذا الضريح ديال سيدي محمد داروكان، كان اللي كيتابع الاخر الملكيات ديالو، عطانا فقط المساحه ديال الضريح، قال لك اي حاجه اخرى ما عنديش ما عارف والو. يعني راه كاين واحد الخصص مهول، يعني الجمعيات هي اللي خصها عاد تبحث وتدير وكذا. السي طاهر دائما قال لك ربما لا يمكن. واحد الاضافه سي، واحد الفكره باش ما تمشيش ليها السي عبد الله، وازيد تفضل. هو خص التراث والاهتمام بالتراث ما يوليش طرف، احنا هاي بالنسبه لنا ما يكونش كلمة طرف، مهمة. خص يكون دائما الهاجس ديال اي مواطن، لان التراث هو التاريخ والتاريخ هو الاصل، ومن لا من ليس له تاريخ ليس له مستقبل، حتى هكا خصنا نفكروا براغماتيا فين نتعاملوا معاه. هذا، حتى براغماتيا نفعيا ماديا. نعم سأعطيكم واحد المثال، هذا الضريح نيت، هذا اللي انا كنهضروا عليه على اعتبار هو اشهر معلمه في مدينه بركان، رغم ان كاين معالم اللي اهم، ولكن هو معلمه عطات السميه ديالها للمدينه.
داري حجاج سيدي محمد هبركة. الفكرة المشروع اللي درناه هنا في 2016 2018 على أساس يعني مشاريع، أنه يكون متحف ديال المدينة، لأن كاين تشبيه نعم ديال الاتساع. الضريحة هو مسجد تقريبا عنده واحد 100 عام تقريبا غادي يكون حدا، ما مر مر مرتفقات ديالو يكون واحد المتحف اللي يضم أبرز المعلمة الآثار. أولا الآثار ديال هذا السيد نيت بعدا، إنه عنده مخطوطات وعنده كتب اللي مؤخرا أنا اكتشفنا أنه كاين كتب ديالو في ديك المكتبة الإسبانية الشهيرة العالمية المعروفة ديال الأسكوريال، هكا يتحدثوا على هذا السيد هذا الطريق. هو مختص في مجموعة ديال الفنون ماشي غير في الفقه، عنده حتى في اللغة الشعر. دونك نديروا متحف ليه بعدا، ونزيدوا متحف يضم يعني في المتحف يضم يعني واحد الفكرة عامة على الآثار ديال المدينة والآثار ديال القبائل المحيطة اللي مشكلة هذه المدينة. هذا المتحف واش غادي يكون ما عندوش حتى شي مدخول؟ أصلا لا لا أصلا لافونتاج أن الزوار كاينين، كاين الزوار ديال هذاك الضريح، رغم ما قلت لك الخطورة، تعرف أنت راجل بشلاغمك في قطرة كتدخل كتلقى نماذج ديال دوك المتسكعين اللي عمرك ما شفتهم في حياتك، يعني كتتنوع، ورغم ذلك كيجيو النساء مساكنات كيزوروك، يعني نقول احنا جوج مرات في السيمانة الخميس والجمعة دائما كيتعرضوا هذه لمعارضك النقطة حتى تدخل تدخل على المتطرفين. حصول تفضل. حتى تدخل بسيط يعني لا ذكر سمعت كده تقول يعني واحد كاين واحد الاهتمام من طرف النساء. حنا بينا نحاولوا يعني التوجه ديالنا كحزب اشتراكي موحد نحاولوا نخرجوا حتى مسألة ديال التراث او ديال الاضرحة وكذا، ما ذاك المنظور ديال المتعلق بالشعوذة، نحاول يكون الامر متعلق فقط بالثقافة لان حتى ذاك متجاوز، لان يعني علميا وكذا هذاك المساله ديال الشهوذه وديال اللجوء للاضرحه من اجل قضاء الحوائج وغيره 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 اللي منتشر في المجتمع، هذيك تدل على ان المجتمع يعني باقي تحت الوعي تاع المواطنين، باقي شويه خصو شويه نعطيك واحد العمل. التفسير سي يعني هو يعني من ناحيه الاهتمام ذكرتي، من ناحيه الاهتمام يعني لو لم يكن ذلك الاهتمام يعني اندثر ذلك الطريح، هذا الله اللي فهمت يبارك، من الكلام ربما ديالك. درا في نعم، نافعة. ولكن نسيت واحد يعني النقطة مهمة، خصنا حنا تفضل. نحاولوا تداك نقطعوا ذاك الرابط ديال ان الاضريحه ذاك يعني اضريحه او غيرها وغيرها هي مرادف للشهوذة، بالعكس غتكون الاضريحه مزارات سياحيه ثقافيه من اجل التعرف على التاريخ ديال هذاك الدافي اللي كاين تما، وحتى الطقوس تكون عباره تلك الطقوس التي كانت تمارس هناك تكون كفرجه وليست كان يعني ك نعطيك الرؤيه ديالنا على اضريح. انا بزاف اللي كيقول لك كيعطيك هذوك الفكر الديني وكلش. اولا حنايا كمنظمه يعني ابوليتيك اي ريليجيوز، ما لا سياسيه لا اهتمام لها مجال الديان، يعني كانتماءات ولا ما عندهاش حتى شي اهتمام. هذه علمانية لا ماشي العلمانيه، يعني ما احنا ماشي الهدف ديالنا ان نقول لك هذا حلال هذا حرام، احنا ما همناش، احنا لا لا ماشي ماشي كده. انا ما اقصد ذلك، انا ما اقصد قصد لك انا من ناحية الوعي الثقافي، لان انتم طيب، كجمعية تراث هتكونوا في طبيعة ولكن الحال انكم تتناضلوا في الاتجاه ديال توعية المجتمع، فوالا وما عمر التوعية دائما تصطدم مع الخرافة، ولكن هنا التوعية تصطدم. شوف التأويل التاريخي والاجتماعي ديال هذه النقطة اللي كانت نعم، سميناها خرافة. الخرافة بالنسبة لي الخرافة تبقى فقط كنوع من الفرجة، أو كان هناك أو كان ما أن يصبح هناك استمرارية للاعتقاد في أنه كذا وكذا بالنسبة للطرح الفلاني والعلاني، هذه يعني أظن أن هذه حنيت. تعطيني فرصة باش نشرح لك الرؤية تفضل. العلمية لهذه الظاهرة، نعم، هذا الفينومين. هاتي عجبني بعد الشرح بالنسبة ديالك. الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. الله يحفظك. نتمنى ما نكونوش ثقلنا على الإخوان ويكونوا يعني يهتموا بهذا الموضوع. غادي نعاودوا نقراوا التعليقات بعد هذا الشرح هذا. بالنسبة لظاهرة الأولياء في المغرب بالخصوص، على اعتبارها ظاهرة متجذرة، كما قلت لك احنا ما غاديش نشوفوا من الجانب الديني نهائيا، انه لا يهمنا. ظاهرة هي ظاهرة اجتماعية. ملي نقول لك اجتماعية يعني عندها منافع اجتماعية محضة. نعطيك النماذج ديال الشهادات ديال الفرنسيين اللي دونوا المرحلة ديال القرن، بداية القرن العشرين ونهاية القرن 19.
نموذج ديال نقيب فوانو، واحد النقيب عسكري اللي دون على مدينة وجدة، كيهضر على سيدي يحيى. سيدي يحيى واحد الولي اللي شهير لحد الآن في المدينة، كيقول بأن النساء خصوصا النساء ديال لي نوبل، ديال النبلاء، ما كانوا يشوفوا برا إلا باش يمشيوا جماعة عند سيدي يحيى. يعني ذاك المرفق اللي هو مرفق ديني وكيعتبروه مسألة ديال الشعوذة، مسألة ديال كذا اللي كنقولوا عليها دابا، هذاك المرفق بالنسبة للمجتمع النساء بالخصوص كيعتبر واحد المركز ديال القرب، واحد المنطقة، واحد المكان اللي كيجتمعوا فيه النساء باش هذاك العلاج اللي كياخذوه، ماشي حيت راه داروا كينكرو السبب، لا، حيت هذه المرأة كتهضر مع هذه المرأة، كتلعب، كتضحك. هذاك النقيب فوانوم اللي كيبقى يتحدث في جنان تقدر تلتحق، انا ننتظره، عاود دير غير نفس الطريقه وتفضل، انا كننتظره، كنكملوا المداخله، نتمنى تلتحق بينا في انتظار نهوى هذا الحلقه. اذا الى تبعنا السجناء، لان الجواب اللي كنت الاولياء هذا الشيء ديال الفكره ديال الاضرحه، هي بدون علاقه بالمجال الديني، هي واحد المكان متنفس للنساء، يعني متنفس تقليدي اللي متجذر في العقلية والثقافة المغربية للنساء اللي كيعانيوا أولا بالمارجيناليزاسيون، التهميش، كيعانيوا فوالا النزهة كما قلت لنا سي جمال، كان هدف ظاهرة الأضرحة النزهة مع الناس ومكان الالتقاء، هذا هو الأساس. كيجيو دوك الطقوس، لأن البشر بطبيعته ميال للطقوس، لا يمكنك انك تلقى واحد الجماعه معينه من المجتمعات ما عندهاش طقوس، الله يجعل، واخا غير السلام والحديث، الى تطورت كيولي هذا الشكل ديال، يعني تمشي عند الفلان باش يزاويها وكذا. اذا انايا ما جايش انايا باش غادي نحارب ولا ما يسمى بالخرافه، انا الى كان شي حاجه غادي ندرسها، هذه الخرافه هذه راها علم. انا سي جنان مرحبا بعودتك، خلينا نهضر شكرا على لك. هذيك الخرافه وكيفاش اننا كنعتبروها هي خرافة، خرافة فعلا، ولكن انا غادي كباحث غادي ندرسها، انا غادي نعم تفيدني باش نفهم تطور الذهنية العامة ديال هذا المجتمع، باش نعم نبروجتي للمستقبل كيفاش هذا المجتمع غادي يولي يفكر. نعم هذا بريمو. سيكوندو، ان هذيك المناطق ولا المرافق ديال الأضرحة فعلا عندها هذاك الجانب الديني والطقوس التعبدي بين قوسين وكل شيء، ولكن كتشكل كما قلنا حتى استجابة كذلك، كتشكل واحد المرفق اجتماعي للقرب. شفت المراكز القرب ديال دابا، كيجيو النساء كيديروا الخياطه، كيديروا داك الشيء، هذا هو بالضبط اللي كانت تقوم به، هذا هو الدور اللي كانت تقوم به الاضرحه جميل بالقرب، ماشي غير جميل الاضرحه في الزوايا، ولكن الاضرحه جميل كانت بشكل فولونتير، فولونتي اي شخص يقدر يمشي له بدون اي اشكال. الزوايا كان واحد ليغارشي، كاين واحد التراتبيه في اداريه، وداك الشيء كانت شويه كتصعب الامور. اذا اعطي جميل استجابه دي ديال شهادات ديال المؤرخين الفرنسيين اللي كيوصفوا هذا الضريح واش كان يخدم. اذا انت يا نعم، كان عنده ارتباط بالمواسم، ببعض المواسم كذلك. هو ولكن بحال هذا ديال سيدي محمد ابو الكامل، عنده اسبوعيا، يعني ايماجيني شحال من مرة اللي غادي تداوى شق فيه. أسبوعي. داوى، ما معنى الدواء؟ هذيك الضغوط النفسيه كنقولوا حنا كديفولا تما، كديكونتراكتا مع الانسان اللي كيجلسوا. انا كنجلس مثلا كنبقى نسمع فهمتك. دوك انت كيعاودوا، انا فلانه دارت لي، انا مشات فلانه عند الوالي الفلاني وبرات والاخرى، انا مجرد انني نسمع بلا فلانه مشات عند الوالي وبرات، راه جزء كبير من المرض غادي يمشي عليا، لان المرض النفسي راه هو اكبر الامراض. اذا انا يا نعم، غادي خاصة نكمل دوك، مع غياب دينيات العلاج النفسي في هذوك المناطق، واخا يكونوا حتى في المناطق. اطباء نفسيين، راه الامور التقليديه راه لا يستغنى عنها. انا ملي نعم مولف كشعب مغربي كامل مولف انني نمشي نفوش في الاضرحه عند الوالد، نعم انا نعم مولف، وجدي مولف، وجدو مولف، ما غاديش تجي انت تبدلني في نهار، راه لا يعقل. لا، عندك اخا الحق. حتى نمشي عند الطبيب النفسي ما غاديش نبرا كيما نمشي عند المكان اللي مولف. هذاك الطب النفسي حد ذاته كيوصيك انك تشارك مع الاصدقاء ديالك الهموم ديالك، ما تخليهم
دونك شفت واحد نعم، الضياع التفريغ ديال الضغوط الحياة، يعني بحال اي كان بحال ما كان في تجتمع، بحال قلتي ندوة أو اجتماع أو دردشة أو غيرها. انا قلت مركز القرب، نعم المركز الاجتماعي نعم، القرب ديال فهمت الناس وجهة نظر ديالك، وجهة نظر ايوه ديالك سديدة وصحيحة. يبارك. نعم، عندك دونك حق من أستاذ. اللي انا نشوف في هذاك التراث، حنا واش صرفنا؟ صرفنا بحال دوك الاطباء في القرن 18 و19 ملي تفتح عليهم واحد العلم جديد ووقع واحد ديك واحد الـ واحد الـ واحد القفزه علميه، صحاب لهم يقدروا يديروا كل شيء، بقاو يخدشوا في لا شي ولكن حوايج. اسمح لي انا، يعني عندي واحد الكلام اللي لكن قلتيه هنا انا معاك وصلنا فيه. لهذه النقطه، وهذه تفضل. النقطه باش نبين لك المقارنه، كاين هذوك الاطباء بقاو يخدشوا في شي حوايج اللي صعيبه في الجسم الانسان، صحاب لهم صافي راهم ضبطوا كلش. كاين اللي ما بين ان النماذج مثلا هذيك الخالات ثاني يحيدها بسهوله، يحيد الخاله صحاب لهم مثلا يشوفوا هذوك لي غيون اكس، عجبهم لي غيون اكس بقاو يصوروا حتى بداوا يبانوا لهم تشوهات. هذوك الخالات مثلا عندهم علاقه مع مجموعه ديال الاخر، يعني كي الا جيتوا حيدتها راه صعيبه. كذلك المجتمع، الجسم ديال المجتمع ما نديروش حنا بواحد العقليه زعما بحال رانا عرفنا عليه كل شيء، حايد عليا الخرافه، حايد عليا ذاك الوالي، حايد راه كيولي مجتمع مضبع ما عارف لا اساسه ولا راسه. هو اللي انا كنعيشه دابا، ان المجتمع ملي كتحيد له الاصول دياله اللي ديما عايشها وعايشها مع جذوره ولد بدعوى ان ذاك الشيء حرام او بدعوى الشرك او بدعوى خرافه كما يقولوا التيارات اليساريه، فهذا خطر، خطر على المجتمع. اللهم يبقى ذاك السيد يعتقد بديك الخرافه وانا نوعيه بشويه ونخليه يمشي يستافد بديك البليزاتو دوك الفوائد ديال الجماعه ديال النزهه والحديد وداك الشيء، وحتى الاعتقاد ديالو ان ذاك الشيء شافيه يقدر يشافيه، لان كيعطي له واحد القوه اراديه داخله، بالله بالصح راني غادي نبرى. شكون اللي عطاها له؟ عطاها له الطبيب اصلا؟ الا كان طبيب نفسي راه ما كاينش، كاين غير واحد الهوى. يعني شوف حجم النجاحات اللي كانت تحقق بوسائل تقليديه، احنا جينا بجرة قلم وبغينا نمحيوها بدعوى اننا ولينا واعيين ولينا راه علم الاجتماع. الناس اللي باحثين اللي كيعرفوه راه كيخافوه، راه يعرفوا بلي كتخش بحال كدير عمليه جراحيه للدماغ، واش هتبقى دير له هكا تهز وتحط الدماغ شويه مشارك من هذا الصيد، كاينه ولا ما كايناش؟ دونك كاينة هذه اللي قلت علاش حنا كنتحملوا ضغوط كثيره ديال الناس. اسمحوا لي التعليقات غادي نولي لها، ولكن بغيت هذه النقطه ندوزها، ديال الناس اللي يتهمونا باننا نديروا الخرافه، وكاين اللي يتهمونا بالشرك، ما عرفيناش اننا النظره ديالنا والرؤيه ديالنا والخوف ديالنا على المجتمع وعلى المصالح ديال المجتمع ما فاهمينهاش للاسف. كنهضروا كما قال نيتشه، لست الفم لهذه الاذان، راكي يتهضر معاهم بحال راك تهضر بلغه اخرى، تقول لهم يا ودي مؤخرا، نعطيك مثال باش ما نقولوش كنهضروا مباشره، غادي نشوف التعليقات. مؤخرا كنا درنا واحد الترميم صغير بعد السرقه اللي صارت للبارح، وكان واحد الشوندال اللي شوندال دوك المعدنات، كنت اقترحتهم انا باش انهم النساء كيجيو كيديروا الشمع قدام الحيط كيوسخوا الحيط، قلت له ديروا لهم ديك الشوندال فين يحطوا وصافي. اش قالوا لي بعض المسؤولين، ما غاديش نقول لأخر. قال لي الكلام اللي قلت لي بان ما يمكنناش حنا غادي ندعموا ذاك الخرافه وخصنا حنا نوعيوهم. قلت له تبارك، يعني قلت لك الاساس ديال الوجود ديالنا حنايا الحفاظ على التراث والطقوس والفوائد ديالها راه كتطعن فيها. يعني انا الى انا نقول لهم لا ما ديروش هكا ديروا هكا، صافي انا نولي انا نخلق التراث، انا نولي نخلق الطقوس، انا ولا لا؟ فهمتني ولا فهمتك، لا؟ الله يجيب اللي فهمنا. وجهة نظر تحترم. نقراو شويه التعاليق السي جنان باش يمكن. تفضل. داكور. اميره انور قالت لنا، ولكن بعض النساء يذهبن لزياره هذاك الضريح حيث كيف كيقولوا يحسوا فيه بالراحه النفسيه، فهن عجائز يجلسن امام الضريح دون اي طقوس الشعوذه، اغلبهم كتلقاهم يزوروا من اجل الراحه النفسيه. وعلى افتراض كاين الشعوذه، واش هي الشعوذه؟ الخرافات، يعني بحال انا نجي نلاقي في الحوايج باش نطمئن بالله، يعني بحال انت كتيق في ذاك الشعوذه، انت الواعي المتنور كتقول لي عندك ذاك الشعوذه، يعني بحال اللي راه غادي يدير شي حاجه، راه مسكين ما يدير والو، راه كيخروض، وديك التخربيق ديالو كيعطي له راحه نفسيه بالله بالصح، غادي يصرى وغادي يصرى. فهمني ولا لا النقطه الثانيه؟
لا انا فهمت وجهة نظر ديالك. سي جمال، نزيد نقرا التعليق ونعطيك اخر كلمه. جمال بالطبع. عثماني، نعم اخي عبد الله، كما نقول كتفرغ قلبي، يعني ديك المره اللي تمشي، احنا يا ناس مثقفين واعيين، كي توصل تجلس في سيدي محمد بركان، في ديك حداك الواد وحداك من هنا الاشجار، ما كاينش كاع في بركان ديك المنطقه، كتحس بواحد السولاجمون، واحد الراحه، ولكن تبقى دائما خايف ونوي غادي يجي من هنا، يعني هذا شمكار، هذا كذا، هذا كذا، غادي يوسخ لنا البلاصه، غادي يسرق، غادي يتعدى. للاسف اعتقد ان الاولياء هم فقهاء وعلماء، كانوا يعلمون يعلمون الناس ويرشدونهم، وكانوا نقطه التقاء الجماعه، وبعد موتهم بقي المكان نقطه التقاء وتطور الى طقوس، تطور الى طقوس اخرى. سي عبد الله الرمضاني قال لك حضرت لسيمينار في جامعه بفرنسا يدرس طرق العلاج النفسي عن طريق طب النفس وبطرق اخرى، ومنها معتقدات الشخص. هذا الكلام اللي كنقوله فعلا سي عبد الله، حتى الغريب نعم منها، يعني بنادم الا يدير غير تخربيقه ويداوى خليه، واتضحت فعاليه هذه الطرق الاخرى التي تعتمد على تثمين الايجابيات فيها، خصوصا اذا كان الشخص يؤمن بفعاليتها. فوالا، هذه نفس الموضوع، ولكن تقدر تعالجه بها من بعد، يعني غير خليه يوصل لمرحله الاستقرار النفسي. راه كاين الناس اللي الله يستر كتعرض الصدمات النفسية اللي راها صعيبة، راه أكثر حتى من الصدمات الحقيقية اللي شوك نقولوا ديال لو كورولا. دونك كيفاش تردوا أنت الحالة غير الزيرو عاد باش من بعد داوي، خصو كما قال لك سي عبد الله رمضان، كنت صغير الوالدة تقول للجدة نخرجوا شوية نمشيو لسيدي محمد أبركان، ودابا رحنا ممنوعين بين قوسين، ممنوعين يعني بفعل الواقع، أمر الواقع، من اننا نمشيو ونخرجوا سيدي محمد بركان ونزوروه. علاش؟ لان شي ناس يقول لك لا حرام، شي ناس يقول لك لا هذيك خرافه، وشي ناس يمشيو تما يسكروا وكيجيبوا يديروا الفساد اللي عمرهم ما شفتوه، ويسرقوا ويتعداوا ويضربوا بالموت. سي سي جنان، الحديث جد مشوق، انا اعطيك الكلمات تلخص لنا ابرز ما تريد ان تقوله، رساله او اي شيء قبل ان أول نختم. شيء، لا أنا يعني النقاش معك وممتع وما يملش منه الإنسان، ممتع معك ومع الضيوف ديالك الكرام، ونشكرك بعدا على الاستضافة، حبيبي وتنشكرك الشكر الكبير اللي تنشكرك هو أنك باقي صابر على الطريق، ورغم الضغوط ورغم الصعوبات ورغم ذلك فإنك مواصل، ونحن معك في هذا المجال هذا اللي غادي فيه بإحياء التراث. ويا ريت شكرا، يكون قال الناس لك من بحالك هنا اللي وانا في يهتموا بالتراث كرامتك. ديالهم، ونتمنوا ان التجربه ديالك يعني في اكاديميه التراث تعمم في مختلف ربوع الوطن، ان شاء الله بحبيبي، تشوفها بجميع المدن المغربيه وخاصه المدن العتيقه، إن خاصه شاء الله المدن بحبيبي، العتيقه إن شاء نشوفوا الله. التجربه ديالكم اللي ممكن يعني تتلاقح مع تجارب مع المجالس الجماعيه وتنتج لنا يعني نماذج زوينه بالنسبه للاهتمام بالتراث. انتم يعني بحكم تجربتكم قدروا يعني بحكم تجربتكم او الناس تاع الاختصاص يقدروا يوجهوا هذه التجارب اللي تهتم اكثر بالتراث وتعطيه قيمه. صحيح صحيح، كنشكركم جميعا، نشكر سي بشير عود في جمال، ذكروا لنا الأولياء والأضرحة، إنه متنفس للبعض. نشكر الجميع، نشكر المعلقين هنايا واللي غادي يعلقوا من بعد في التسجيل، واللي غادي يشاهدوا واللي يبارطاجيو، ونتمنى أنكم تبارطاجيو هذه على أساس أنها رسالة للمسؤولين بدرجة أولى وتحسيسية للمواطنين ككل. شكرا لك سي جمال، والشكر الخاص للمستشار مقبلا ان شاء الله، او رئيس الجماعه ان شاء الله، علاش لا، نعم، إن شاء الله ديالنا بإذن الله. في مراكش، اللي هو مرشح عن حزب الحزب الاشتراكي الموحد، سي جنان محمد. سي عبد الله حاول توسع الجمعيه اللي تصبح لها بعد وطني، بالمناسبه عندها فرع في الناظور، كاين الاخوان هنايا في الناظور دايرين فرع تابع لمنظمه اكاديميه التراث، وغادي ان شاء الله نبداو غير بشويه بشويه. قال لك لون مي سيغ، لونتومون مي سيغمون، ما بغيناش نحرقوا المراحل، بغينا نتقواو بالافكار ديالنا وبالانجازات ديالنا، وبالتالي نوليو امر واقع، نوليو فكره معممه. انا عندي الربح نكونوا فكره معممه، على اننا نكون عندنا فروع فروع فروع، ولكن ما نديروا والو. لا وما لا اشتغلتش. انا فوالا، ما اشاركك نديروش. الطرح، انا نتمنى يكون يعني يكون انا اشاركك الطرح،
نتمنى يكون القول قليل والعمل كثير، أحسن من القول كثير والعمل قليل، فوالا ويكون بحول الله. العمل على مراحل، ويكون عمل مراحل، ويكون عمل بالتدرج ولا يكون تدرج بطيء، المهم أنه ينتج. لك بطيء ولكن ناجح. وعلى على ذكر عندي واحد السؤال لك، بغيت نعرف يعني آخر الأعمال ديالك، متابع للأعمال ديالك، شكرا لك. وبغيت نعرف يعني اذا سير آخر غيبلغ لك الأعمال ديالك سلام. بالنسبة للمؤلفة. ايه اذا سير غيبلغ لك سلام. اخر اصدارات نشكر ديالي السيد بشير. شكرا وعليكم اذا السلام سير السيد بشير، الله يحفظكم. بالنسبه للاصدارات أنا ديالي. شكرا سعيد. على الاهتمام ديالك وديال الاخوان على الاصدارات. انا عندي اصدارات في الادبيه واصدارات في الدراسات والبحوث خصوصا في المناطق ديال قبائل بني زناسن. اخر اصدارين راهم يعني في اطار الطبع والاصدار ان شاء الله اذا كتب الله، واذا سات الدراهم وسات سات دار النشر. عندي كتاب ديال على سيدي محمد بركان بعدا، على اخر المستجدات ديالو، درته على شكل روايه تاريخيه. فعلا روايه تاريخيه اللي كتضم معطيات علميه محققه. هذا اول مره يعني كتلقى دمج ما بين بحث دراسه رصينه يعني علميه وروايه في نفس الوقت اللي كتحكي على ديك الدراسه. مثلا واحد الدمج جميل. اللي عنده مع الادب وداك الشيء يشبع بالروايه، واللي عنده خاصو الامور يعني الدقيقه وكل شيء كيشوف المراجع. وفيه مجموعه ديال المستجدات اللي اكتشفتها مؤخرا حول بعض الاصدارات ديال سيدي محمد بركان والتوجه الادبي ديالو والتوجه العلمي الحقيقي ديالو، ومجموعه ديال الاصدارات اللي كي نسبت ليه وهي ماشي ديالو. يعني كنقولوا درنا له الميزاجور، مع العلم اننا كنا درنا ديجا جميل في الكتاب ديالو تحقيق في الكتاب ديالو سميتو مخطوطات سيدي محمد بركان رقم واحد اللي هي في 2015، الطبعه الثانيه كانت في 2016. هذا سميته حكايه ابركان، الكتاب ان شاء الله اللي غادي يخرج حكايه ابركان. هو الاصدار الثاني اللي راه بيان سور عند المطابع، نتمنى انه يتوفق في يعني نال الاون برانسيب، راه نال الموافقه ولكن نتمنى انه يتسرع. هو على هذا الشيء اللي قلت لك، هذا القلعه الاثريه الجديده درنا لها دراسه جميل. مقارنه ما بين المصادر المغربيه والمصادر الاوروبيه في القرن السابع عشر، وخرجنا بنتائج جديده واللي كتغير اغلب المسلمات في كتب التاريخ، لا في كتب التاريخ القديمه ولا في كتب التاريخ ديال المؤرخين المعاصرين، واللي هي تستند على امور تحاليل يعني علميه ماشي يعني تخرصات ولا. دونك هذا جوج ديال الكتب ان شاء الله الى كتب الله. عندي اصدارات اخرى ولكن راها من جماده، ما كاينش الامور الماديه، راه قال لك السي عبد الله رمضاني. عندي ديوان شعري راها تقريبا في شي 6 سنين ولا، مازال راه جالس ينتظر الظروف الملائمه وبعد الدراسات راه تستنى كذلك. ايوا هذا هذا ان السؤال شاء الله ديالك غادي نشوفهم قريبا في الاسواق، هذ الكتابين بحول الله ما اقول هذه السنه بعد، المهم في هذه السنه غير مانيش ان عارف شاء واش الله. غادي يكون بعد شهرين 3 شهور ولا اكثر، ولكن هذه السنه ضروري السنه الدراسيه نقصد يعني 2021 2022. نتمنى ان شاء الله نكون انا من اول القراء لهذ الكتابين بطبيعه الحال ان شاء الله الى اللهم صدر. الله يكثر خير. مساعدينا يشهدوا على هذه. كنشكركم جزيلا الشكر. واحد السؤال يعني يتعلق به من اجل المعرفه، بغيت نعرف يعني علاقه ديال زاويه مدغ اللي معروفه بالاشعاع ديالها الثقافي بعلاقتها، لان قرب بركان واش عند شي كاين شي علاقه بين مدينه، واش هي مدينه يعني مدينه قريه مدغ وبين ذاك الطريح ديال سيدي محمد ابركان، بالنسبة للمداغ، واش كاين شي علاقه؟ مداغ هي قرية تابعة لإقليم بركان أو إقليم نعم أبركان، تقريبا والزاوية بينه وبين شي 12 كيلومتر. تقريبا هكا 7 12 ماشي، ولكن العلاقة بغيت تقول لي ما بين الضريح يعني كاين علاقة ما بين الأضرحة والزوايا، هي علاقة نقولوا حنا سبيريتويال كيقولوا لها روحية بين قوسين، نعم لأن كاين كيقول لك النسب الروحي والنسب الثاني، هذا الشيء في العرف ديال الصوفية. ولكن نعم مؤخرا كاين بعض الإخوان اللي في الزاوية البوتشيشية اللي قال لك كانوا توصوا أنهم داروا
جات واحد حكى كسوة الضريح من طرف الزاوية البرهانية في السودان بين السودان ومصر. جاو داروا واحد الكسوة الضريح، وبعض الإخوان في الزاوية البوتشيشية يعني داروا هذا الجاست حسب ما قالوا لي، ولكن سمعت كلام آخر لحد الآن مانيش متحقق منه. أما زعما شي علاقة مباشرة قوية لحد الآن لا يبدو ذلك، ونتمناه لأنه كان الزاوية البوتشيشية دخل على الخط، وشحال من مرة دعينا السيد يعني السي منير البوتشيشي وكاع يعني يعني الشيخ والطائفة ديالو أنهم يعملون في هذا الاتجاه كذلك، لأنه كي 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 يفيدهم حتى في المجال ديال التصوف. ولو أننا نعم احنا ذاك العقائد وكلها حنايا يعني لا ننتمي لأي طائفة منها، ولكن كنعتبروها هي تراث، هي كنز، هذا هو اللي كيخلينا كنبحثوا وكنحاولوا ندافعوا عليها من هذا الجانب فقط. دونك تمنينا ان ما يكونش ذاك الاهمال من جانبهم، لانه كنعتقد وكان كانت الزاويه البوتشيشيه الزخم ديالها تبارك الله دير معانا اليد ديالها، كنقولوا ما نظنش نوصلوا لهذه الدرجه، ما نوصلش انه يهدموا لنا ما كيقولوا واحد النص التذكاري اللي عرقنا فيه احنا، الميزانيه ديالنا ضعيفه تقريبا شي واش كون 2000 الفاعل 3000 درهم بالنسبة لهذا؟ واش كان في في البدايه. الصور؟ كان كل واحد وش يقول لك، ولكن في الاخير درنا اجتماع مع رئيس المجلس وقال لك بلي غادي نعدلوه وغادي نديروه، يعني بحال كان واحد الاعتراف ضمني بان ما كانش زعما كانت غير باش يعاودوا يجددوه ويديروه بالرخام وكذا، ولكن هذا كلام الليل يمحوه النهار، ولحد الان ما باقي باقي داروا لقمان على حالها، ولكن حنا ما غاديش نسكتوا، احنا على نعم الاقل غير نهضروا، الا ما قدينا ما نديروا والو راه غادي نهضروا، والا ما قديناش نهضروا هي رحنا في العالم الاخر. نعم اشكرك جزيلا، الشكر كانت فعلا ممتعه، كانت شكرا. تبادل الخبرات والتجارب ما بين مراكش وتراث مراكش وتراث أبركان ولو كان بشكل مقتضب. نذكر الاخوان اللي صبروا معنا، والى الغد، الغد نذكركم انه يمكن للجميع انه يشارك بمداخلات، ماشي جميع كاع الناس المختصين سواء سياسيين سواء اللي مهتمين بالشان السياسي، يعني يدخلوا معنا في الفيديو ويعطوا الاراء ديالهم، وده تدخلات ولا السؤال. انت مرحبا بك على الثاني غدا ان شاء الله على 9:30 شكرا، تنشكرك في اولا على الاستضافه، تنشكر الضيوف الله. الكرام ديالك، نشكرهم بزاف، وتنشكرك وتنعاود نزيد نشكرك ونشجعك في هذه المبادره اللي تمشي فيها ديال حمايه التراث وديال استضافه الناس وديال الدفاع عن التراث. هذا تبين انك عندك غيره على بلادك وغيره على الوطن ديالك، ونتمنى من الله التوفيق لنا جميعا، شكرا لنا جزيلا ولكم. شكرا وإلى لكم اللقاء، ولضيوفكم الكرام. ليلة سعيدة.